يا ورد، اتفضلي اتفضلي. لا مؤاخذة يا وردة، أصلي كان عندي ضيوف ومشيتهم على ميعاد. اتفضل. اتفضل. الحاج أنا جاية لك عشان خاطر أبويا. أبوك كان راجل طيب، بس مش عارف عامل معايا كده ليه. يا حاج ده المفروض إنك ما تصدقش حاجة زي دي في أبويا. يا حاج ده راجل كبير وما يستحملش ساعة واحدة يتسجن فيها، وانت بس اللي في ايدك تفك سجنه. ازاي يا ورده؟ تقول لي نيابه انك متنازل عن الفلوس. ده كان 30,000 جنيه. اني هكتب لك بيهم وصل امانه يا حاج. انت بنت جدعه وعندك اصل، كل مادة بتزيدي غلاوه عندي، من بكره هنتنازله عن القضيه. تشكر يا حاج، ده كان عشمي برضه. ولا وصل امانه ولا دياوله. لا وصل الامانه ده عشان ما حدش عشان دعني. ايه؟ عشان ايه؟ بقول لك هتنازل عن كل حاجه. سواي كده وعادي. ان شاء الله تعيش يا رب. ايه يا جمال؟ انت جبت لك حته عني. كنت فاكرك راجل. لا انا حاولت كده كنت راجل.